الفيديو ده يا جماعة طلب مني، فانا هجيبه لكم النهاردة. جايب لكم منتجات التايجر كلها اللي فوق ال5 جنيه. اول حاجة هنبتدي بالبالانس. البالانس ده يا جماعة اول ما نزل كان نازل ب10 جنيه، دلوقتي بقى ب15 جنيه. تمام، ده الوحيدة اللي ب15 عشان ما تفضلش تقولوا لي حاجة غالية ومش غالية، ده مسعر مكتوب عليه 15. تمام، نيجي بقى على منتجات التايجر. ام 10 جنيه، نزل المنتج الجديد التايجر اسمه برما، ده ب10 جنيه يا جماعة. تمام، هتلاقي مكتوب عليه جاشوار وده برضو ب10 جنيه يا جماعة، ده اللي هو بصور كريم جاشوار برضو. بس يا جماعة حاجات التايجر الجاية دي جحلة يا جماعة. وده ب10 جنيه برضو. وده ب10 جنيه. كل دي منتجات التايجر معظمها انتوا عارفينها. ده برضو ب10 جنيه، اللي هو اكسلانس الكليتا ده ب10 جنيه. وده ب10 برضو، اللي هو بيك شيبسي، عشان ما تشتروهوش اغلى. انا بقول لكم كل الاسعار ده عشان ما تجيبوهوش اغلى. ب10 جنيه برضو، اللي هو بالليمون الحلو، الطعم ده من القطعة المفضلة بالنسبة لي. وده برضو يا جماعة ب10 جنيه. متنسوش باللايك والاشتراك يا جماعة. سلام.